المعرض الدولي للسيارات في جنيف بين التجديد والمنافسة. كبرى شركات قطاع السيارات عرضت آخر علاماتها التجارية. جو من التفاؤل طغى على المعرض بعد تردد أنباء عن تسجيل زيادة في مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال فبراير شباط الماضي. هذه الأنباء زرعت أملا وجوا من الثقة بين المصنعين برفع سقف المبيعات. الأمر لا يتعلق بالشركات العادية فقط، وإنما بالشركات الخاصة بتصنيع السيارات الراقية كلومبورغيني المملوكة لفولكسفاجن. لومبورغيني تنتمي لمجموعة تمتلك علامات كاسيات وسكودا. كيف تتوقع مجموعة فولكسفاجن تطور سوق السيارات مستقبلا؟ سوق السيارات العالمية يزداد في الانتشار عموما. حتى خلال العام 2013 كان النمو أسرع، تم توزيع 70 مليون سيارة، وهذا العام من المتوقع أن يزداد النمو، ربما ليس بنفس السرعة المتوقعة قبل عامين، ولكن هناك بالتأكيد نمو في عام 2014 أيضا. تعتبر سيارة هوراكان الجديدة صفقة ضخمة لشركة لومبورغيني لأنها بديلة جالاردو، أكثر سيارتها مبيعا في التاريخ. سعرها يصل إلى 200 ألف يورو. ماذا تمثل هذه السيارة وما الذي يجعلها تختلف كثيرا عن النماذج الأخرى؟ من الواضح بالنسبة لنا أن هذه السيارة تمثل المستقبل. جالاردو كانت النموذج الأكثر مبيعا في تاريخ لامبورغيني، لذا فالتغيير هو عمل مهم جدا بالنسبة لنا. الأمور تسير بشكل جيد لأننا جمعنا آلاف الطلبات بخصوص سيارات هوراكان. المتعامل النموذجي هو رجل عصامي، وهو رجل أعمال، وعادة ما يكون في أوروبا، وعمره حوالي 40 عاما. الشركة استقرت على اسم هوراكان لتحمل شعار الثورة الهائج، وتتميز بسرعة خارقة وبقوة أكثر من 600 حصان، كما أنها خفيفة الوزن. لومبورغيني لا تسعى إلى مقارنة إنتاجها بإنتاج فيراري. توجت مؤخرا فيراري كالعلامة التجارية الأقوى في العالم. هل تعتقد أن لومبورغيني تملك ما يلزم لضربها في المستقبل؟ كنموذج للامبورغيني لا نقارن أنفسنا مع الآخرين، وسأعطيكم مثالا فقط. في السنوات الأربعين الأولى بعنا 10 آلاف سيارة عموما، والآن في السنوات العشر الماضية قمنا ببيع 20 ألف. العمل الذي قامت به لامبورغيني أمر استثنائي ولم تقم به أي علامة تجارية أخرى في رأيي. يذكر أنه بعد تباطؤ المبيعات على مدى 6 سنوات بدأت سوق السيارات الأوروبية تظهر مؤشرات على التعافي مع خروج الدول الأوروبية من حالة الركود، بما في ذلك الدول الأشد تضررا من أزمة الديون السيادية.